هذه صالة الاجتماعات على قولتهم، وهني عرش بلقيس تطلع على الدرج هذا، وفي المكان عرش بلقيس. هذا نقله سليمان عليه السلام. ما ادري هذا المكان الجديد اللي انتقل له ولا هذا المكان اللي كان فيه، بس هذا اللي ورد ذكره في القرآن الكريم. هذا راعي المفتاح، ها يا يفتح لنا الباب. تخيلوا عرش سبأ هذا الحارس ماله. في دول ثانية يحطون هيئة كاملة ممكن تدير هذا المكان، هني هذا الهيئة. أنا طبعا عندي، وهذا المعبد اللي اجتمعت فيه مع قومها وقالت فيه الكلام أو الخطاب الشهير الذي ورد ذكره في القرآن الكريم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. قدم ثانية، في قدم امرأة بمكان ثاني الحين نشوفها، وهني كانت منصة للخطابات بالمكان هذا، هني حصل هذا الخطاب. طبعا هذه السياحة كان ممكن تمثل دخل لليمنيين، لكن بسبب الإهمال والفساد الإداري مهملة تماما. هذا معبد الشمس أو معبد أوام. هذا الطريق. وين الكتابات؟ أيوة هذه الكتابات. هذه الحجر الواحدة منها تحفظ في متحف، مو تندفن بالطريقة هذه وبينها الوساخ. طبعا هذا المعبد أقدم من السد. هذا شعار الدولة اللي يبدأ فيه الكلام، لذلك هو موجود في كل الأعمدة تقريبا. هذا هو شعار المملكة. الحجر الواحد كانوا يسمونه، خلونا واقفة بمدخل، وهذه أيضا أحجار ثانية. هذا المدخل وهذا المخرج، وهذا أثار قدم طفل هني، وما أدري شنو. شوفوا شلون متقن تماما بهذا التقنية. نعم، قبل 5000 سنة. شوفوا شلون مرصوص رص الحجر ولا تحرك بعد كل آلاف السنين. هذه الناس تشتري هذا بمئات الآلاف دولارات، والجماعة كاتبين ذكريات عليه. هذا عليه نقوش بعد. هذا الباب شوفوا دخلنا منه، وبعدين شوفوا كله مدفون. هذا كل هني مدفون، شوفوا لوين واصل. هذه أرض المعبد، شوف هذا رخام، وأيضا مكتوب عليه بعد عليه كتابات. وشوف رخام، مو حجر عادي، كله طبعا مدفون. هذا يمثل قمة الأمانة لما رجع 20 سنة ما أخذ راتب، وراتبه بسيط، وينام أو يسكن في هالمكان، وهناك فراشة. جزاك الله خير، بيض الله وجهك، ويرفض